السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كوفية جميلة وسهلة، بتتكون من لونين، وممكن تعمليها يعني مش هتاخد معاكي وقت وهتعمليها بسرعة، وشكلها جميل جدا وسهلة وبسيطة. ايه الأدوات اللي احنا هنستخدمها أو الخيوط اللي احنا هنستخدمها؟ هنستخدم أليز بيركم كلاسيك، الكلاسيك أليز كلاسيك، لون الرصاصي الفاتح ده، والرمادي الغامق اهو، ده مش اسمر، ده رصاصي غامق، رمادي غامق، رمادي غامق، وده رصاصي فاتح اهو. ده درجته 253، الفاتح ده 253، 253، الغامق 195، 195، 195. الماركة بتاعت الخيط اهي. طيب استخدم معاهم ابرة مقاس 5 علشان الكوفية تبقى طرية معايا كده، متبقاش ماسكة، متبقاش ناشفة يعني، وتكبر كمان معانا بسرعة. ابرة مقاس 5، وطبعا وحدة القياس، ومقص او قصافة الخيط. دي كل الادوات اللي احنا هنستخدمها. يلا مع بعض نشوف الطريقة. هي عبارة عن لونين زي ما قلنا. هبدأ الأول باللون الفاتح، هعمل عقدة البداية كده بكل سهولة بالشكل ده، وهشتغل عدد من السلاسل. عفوا، الكوفية هنعملها عرض 18، هي الكبار الرجالي عرض 18 والطول 180، يبقى عرض 18 والطول 180. معظم الكوفيات اللي هتلاقوها على القناة نفس المقاس ده تقريبا. بالنسبة بقى للغرزة اللي احنا هنشتغلها، مضاعفات رقم 4، لازم ان السلاسل اللي انت هتعمليها يبقى مضاعفات رقم 4 او عدد يقبل القسمة على 4. هنعملها بقى ازاي؟ هبدأ بقى انا دلوقتي اعمل السلاسل. عملنا عقدة البداية اهو، هعد بقى السلاسل، 1 2 3 4. أبدأ تاني أكرر، 1 2 3 4 كده. هفضل بقى أعد 4 4 4 4 لحد ما أوصل للطول اللي أنا عاوزاه، 1 2 3 4. هنشتغل ايه؟ هنبدأ بالطول بتاعها كده، مش هنبدأ بالعرض. هفضل بقى اعمل 4 4 4 لحد ما اوصل للمقاس المناسب 180 سنتي. بعد ما عملت السلسلة بالطول المناسب اللي احنا عاوزينه، وانا عاملاها 180، بعد ما توصلي بقى للمقاس المناسب، وقلنا مضاعفات رقم 4 يعني عدد يقبل القسم على 4، وعدينا ايه 4 4 4 4 لحد ما وصلنا للطول، بعد كده بقى هتعملي ايه؟ بقى هتزودي السلسلة واحدة، واحد بس. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعيد 1 2 3 في الرابعة دي، 1 2 3 في الغرزة الرابعة، هلف الخيط وادخل اعمل عمود بلفة، اخرج من لفتين ومن لفتين كده. كل بقى السلاسل دي كلها هعمل في كل غرزة عمود بلفة. هدخل بقى في الغرزة اللي بعدها اهو، واعمل عمود، اخرج من لفتين ومن لفتين بالشكل ده. الف الخيط على الابرة مع 3 لفات، بخرج من لفتين ومن لفتين. كل بقى السلاسل دي كلها هشتغل فيها عمود بلفة عادي خالص. خلصت السطر كله يعني عدد السلاسل كلها غرزة العمود بلفة. دلوقتي بص، اخر عمود بقى مش بنكمله للاخر اهو بالشكل ده، عشان هغير اللون، مش هكمله، مش هشد كده واخرج، لا هغير اللون الاول، عشان هيبقى سطر باللون الفاتح وسطر باللون الغامق، سطر باللون الفاتح وسطر باللون الغامق كده. هقص بقى اللون ده، قصيت الخيط وهسحب باللون الجديد، اقفل بالعمود كده اهي، وارتفع 2 سلسلة، شد الخيط ده كده واربط الاتنين في بعض.
الف بقى الشغل دي، ابو الغرزة دي نعتبرها عمود بلفة. نيجي بقى في اللي بعدها نعمل عمود بلف، واللي بعدها عمود بلف. يبقى كده ايه، 1 2 3، 3 عمود بلف بالشكل ده، 3 عمود بلف. هاجي بقى هنا في الغرزة اللي بعد كده الرابعة، هلف الخيط على الإبرة وهعمل عمود أمامي، العمود الرابع عمود أمامي. هاجي بقى برضو اللي بعدها عمود عادي خالص، واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود، 3 غرز عمود بلف، الرابعة عمود أمامي، تاني عمود عادي، عمود كمان، تالت عمود، العمود الرابع عمود أمامي. بالشكل ده، وهكذا بقى لآخر السطر. يبقى الشغل كده عمود 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 عادي جدا، فوق كل عمود عمود كده 3 أعمدة، وفي العمود الرابع بنعمله أمامي زي ما شايفين كده. خلصت بالشكل ده سطره كله، 3 عمود عاديين اهو، عمود امامي الرابع، العمود الرابع بيبقى عمود امامي. وصلت لاخر خالص، اخر عمود معانا. طبعا هنعمل عمود امامي وبعدين بعديه 3 غرز زي ما بدأنا في الاول ب3 غرز عاديين. اخر عمود مش بنكمله زي ما شايفين كده، عشان هغير اللون، هنسحب بقى اللون الجديد كده وارتفع 2 سلسلة، وبعدين اربط الخيط الاثنين في بعض كده. بس الف الشغل كده، هاخد الغامق ده معايا، هعمل فوق كل عمود، ده اول عمود معانا، فوق العمود اللي بعده عمود برضو، يعني فوق كل عمود عمود لحد ما يجي العمود الامامي. بنعمل فوق الاعمده العاديه اعمده عادي، عمود عمود عمود. بنيجي بقى ناحيه العمود اللي هو امامي ده، او اللي هو امامي، بنعمله من هنا خلفي عشان نحافظ على الشكل كده، بنخليه خلفي اهو مش امامي، بنعمله خلفي. وبعدين برضو 3 أعمدة اهو، بنعمل عمود عمود عادي فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود. باجي عند العمود اللي هو كان امامي بنعمله خلفي، دخل الابرة من ورا كده، برضو فوق كل عمود عمود، كده العمود الأمامي هنعمله عمود خلفي كده. بالشكل ده. ايه الفكرة بقى؟ الفكرة يعني بس عشان احافظ على الشكل، ان من قدام اللي هو وش الشغل بنعمله عمود امامي، لما نيجي نغير يعني ظهر الشغل بقى بيبقى عمود خلفي، عشان لما تيجي تقلبي كده يبقى كله امامي كده. بالشكل ده يبقى بنعمل 3 عمود العاديين دول فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود عادي، نيجي عند العمود الامامي ده بنعمل عمود خلفي كده، وهكذا. بعد كده نبدأ نغير اللون تاني ونشتغل امامي برضو، بس هكمل بقى السطر كده ونشوف لما نغير اللون هنعمل ايه.
دلوقتي هعمل فوق كل عمود عمود. ده العمود بقى لو امامي هنعمله خلفي. كده بقى لحد ما نخلص السطر كله وبرده نغير اللون. خلص السطر اهو بالشكل ده اللي هو 3 عمود عاديين وبعدين عمود الخلف اللي كنا بنعمله. هنبدأ بقى نغير اللون. غيرت اللون اهو عملناه مع بعض في السطرين دول، شفنا بنغيره ازاي. وهنلف الشغل كده، ارتفعت الاتنين سلسلة يعتبروا معانا عمود، وهفضل العمود ده والعمود ده هشتغل فوق كل عمود عمود، هاخد اللون الفاتح ده معايا. والعمود اللي بعده برضو عمود. هنا بشتغل عمود امامي عشان ده وش الشغل. 3 عمود دول فوق كل عمود عمود. ده برضو العمود الثالث. هنا كده عمود امامي. ليش الخيط ده بقى خلاص هنبقى نقصه كده بقى. هشتغل بالشكل ده عمود 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 وبعدين نعمل عمود امامي، عمود 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 وبعدين عمود امامي وهكذا بقى. وبعد كده هنغير الخيط للون الفاتح تاني ونلف الشغل من الناحية دي كده، وهنشتغل عمود 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 خلفي، وبعدين نيجي بقى الناحية دي تاني عمود 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 أمامي، و3 عمود عاديين عمود أمامي، 3 عمود عاديين عمود خلفي. سهلة جدا وبسيطة طبعا. وفي الآخر بقى هيبقى كله عمود أمامي بالشكل ده من قدام. هكمل بقى نفس الطريقة كده بالتبادل، يعني اللون فاتح لون غامق لون فاتح لون غامق، لحد ما اوصل للعرض اللي انا عاوزاه اللي هو 18 سنتي بنفس الطريقة بالظبط. خلصت الكوفية لحد العرض المناسب 18 سنتي. احنا كنا عاملين الطول 180، العرض 18 سنتي. جميلة جدا زي ما شايفين كده. وكمان خلي بالك انك بدأتي باللون الفاتح برضو اخر سطر يبقى اللون الفاتح، لو بدأتي بالغامق يبقى اخر سطر اللون الغامق، علشان من هنا تبقى زي ايه متناسقه كده، الالوان متناسقه مع بعضها. نضفت بقى الخيوط اللي من الناحيه دي كده، وبعدها هركب شراشيب فمش هيبان بقى ايه قص الخيط ده وكده. نضفتها بابره ستانلس رفيعه، او ممكن تنضفيها بابره التنظيف تضمي فيها الخيط كده وتدخليه بين الغرز، او بالابره دي برضو بفضل ادخل واخرج بيها كده، والزيادات الخيط بروح اقصاها. دلوقتي بعد كده ممكن بقى تسيبيها زي ما هي، لو انت هتسيبيها زي ما هي كده مش هتعمليها شراشيب، هتعملي بس عشان هنا بعمود من هنا وعمود من هنا، فانت تشتغلي سطر اعمده من هنا برضو علشان تبقى جايه بالشكل ده كده، من هنا سطر عمود من هنا بنفس اللون الفاتح ده والناحيه التانية. طب لو انت عايزه بقى تعملي شراشيب هتعمليها معانا بقى ايه دلوقتي. انا عملت ناحيه اهي، عملت الجهة دي والناحية التانية هنعملها مع بعض. عملت الشرشيب، بصوا مدي منظر جميل جدا، وكمان منها برضو هتداري القص الخيط اللي احنا كنا عاملين نقص فيه ونوصل فيه ده. وشكلها جميل جدا، مديها برضو شكل جميل زي ما شايفين. خليت مع الفاتح كده شراشيب فاتحة، ومع الغامق شراشيب غامقة كده، كل سطر فاتح واحدة فاتحة زي كده بالشكل ده. بصوا فمديها الشكل جميل جدا ازاي. نعمل بقى الشراشيب دي ازاي. هعمل الغامق كله الاول. بص دول الخيط اللي فاض، يعني اللي كان فايض من الشغل ده اهو بعمل بيه بقى. المقاس بقى بص انا واخده مقاس دي كده، انت ممكن جلدة كراسة تعملي شراشيب جلدة كراسة، غطا علبة عندك،
اي حاجه. ده بقى كتاب زي ما انتم شايفين كده صغير، فانا بعمل لو عايزه الشراشيب مقاس ما انا عاملاها كده بعمل على العرض ده. لو انت عايزه شراشيب طويله بتعمليها كده، بتلف كده بالطول كده. لو انت عايزه شراشيب طويله انا بقى عاملاها كده، يعني شايفه مقاسها كان مظبوط زي ما شفته. فبمسك القطعه اهو كده وبلف 5 لفات كده، 1 2 3 4 5، 5 مناسب قوي يعني. ده اللي كنت شفته كده كان جميل. عشان الخيط ده سميك يعني، لكن لو خيط رفيع لف اكتر من كده شويه كده. 5 وحدات، وبعدين بقص الخيط اهو واخرجها بالشكل ده. بس خليك خرجها امسكيها عادل مظبوط كده زي ما هي اهي. وبعدين بجيب الابره بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين بيها، وباجي عند اللون الفاتح اهو، عند اول عمود اللي كنا عاملينه ده، واسحب تسحبيه من ناحيه الوش، وش الشغل. بص سحبت اهي، بعمل فتحه كده واخد باخد الشراشيب واربطها كده كده. طبعا بقى في الاخر هنقصها من هنا وهنسويها. نعمل واحده كمان، نعمل واحده كمان. نجيب الكتاب وهقول اللي انت بقى المقاس انت عاوزاه. انا شايفه المقاس ده مظبوط، بصوا هنسويها في الاخر كده. 1 2 3 4 5 كده، واقص الخيط واخرجها، واجيب اهو عند ناحية الغامقة برضو اهي. بص دخلت الابرة وهسحب كده اهو بالشكل ده. اكمل بقى كله بنفس الطريقة دي، والفاتح برضو بنفس الطريقة. نعمل واحدة فاتحة مع بعض، نفس برضو الحكاية اهي. 1 2 3 4 5 كله مقاس واحد، ونقص برضو ويجي عند الفتحة اهي كده، وهسحب نفس الطريقة اهو كده، واخد بالشكل ده. هكمل بقى كله، بس انا بعمل الغامق كله مع بعض، وبعد كده ببدأ اعمل الفاتح كله مع بعضه، وبعد كده هنرجع بقى نقص ونسويهم مع بعض. خلصت كل الالوان بالشكل ده، شراشيب كلها. هبدأ دلوقتي اقصهم كده، يبدأ اهي من تحت كده كله قصتهم كلهم. هعمل بقى كده عشان لو في حاجة ايه لسه عايزة تتقص كده مثلا اهي. بس هساويهم بقى متكوهمش ولا حاجه. في ناس بيقولوا كيكو الشراشيب هي هتتفرد لوحدها وتبقى جميله جدا، زي ما شفتوا الناحيه التانيه اهي هتتفرد ومن غير كوي ومن غير حاجه، هي كده جميله وحلوه. بصوا
بس. وكده خلصت معانا، شكلها جميل جدا زي ما شايفين، وتتلبس على الوشين، على الوش والظهر، بين هنا الناحية دي كده والناحية دي برضو، بصوا اهي تنفع تتلبس على الناحيتين، فجميلة جدا وعملية جدا. ان شاء الله هنعملها ايس كاب. تابعونا واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات ان كانت الكوفية عجبتكم. واحنا قلنا ان الطول بتاعها 180 وعرضها 18، واخدت 250 جرام، يعني لما تيجي تشتري هتشتري من اللون الفاتح شلتين ومن اللون الغامق شلتين، لانك هتخلصي الاولانية وهتخلصي التانية، وهتستخدمي من يعني انت مثلا جبت الاولانيه من الغامق ده، هتاخدي من التانيه الغامقه برضو حوالي مثلا ايه يعني كميه اقل من 50 كده. المهم يعني لما تيجي تشتري هتشتري من كل لون شلتين مش شله واحده، يعني مش هتجيبي شله من اللون ده وشله من اللون ده، هتجيبي اتنين، اتنين من الفاتح واتنين من الغامق، عشان تكفي معاكي الشراشيب وتكفي معاكي العرض اللي انت عاوزاه. كمان برضو ده الوش بتاعها اللي احنا كنا بنشتغل، طبعا التلاته عمود اللي في النص دول ثابتين، الوش ده كنا بنشتغل عمود امامي، ودي اللي كنا بنشتغل فيها عمود خلفي، ده الشكل. بس ده كان فيديو النهاردة، كوفية رجالي، وانت لو غيرت اللون اصلا هتنفع رجالي وحريمي برضو. فلو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.